مشاهدينا، سعد الله صباحكم بكل خير، وحييكم من شاشة قناة الأخبار. ننقل لكم تداولات بورصة الكويت اليومية. مشاهدينا، يعني لاحظنا جلسة الأمس وهي الجلسة الثانية لهذا الأسبوع والتي حملت مزيد من الخسائر والتراجع لمؤشرات السوق الرئيسية، ورغم بدايتها على ارتفاع كبير لاحظناه في مستويات السيولة، حيث السيولة تجاوزت 3 ملايين دينار خلال أول دقيقة لاحظناها، وكانت السيولة يعني في الأمس اللي يعني لامست 60 مليون دينار، ولكن كان لها هذه السيولة يعني آثار كثيرة، منها عملية البيع بالنسبة للمتداولين وليس جني الأرباح. ولكن مشاهدين، وعن أداء المؤشرات الرئيسية في جلسة أمس كما نشاهد على الشاشة أعزائي المشاهدين، مؤشر السوق العام 7128 نقطة مكتسي باللون الأحمر 27 نقطة هي ما تم انخفاض هذا المؤشر، عندنا 7128 وبانخفاض 27 نقطة أو لامست 28 نقطة. السيولة النقدية 60 مليون، قاربت السيولة النقدية إلى 61 مليون دينار، عندنا 303 مليون سهم و17,041 صفقة هي كانت التداولات في يوم أمس في السوق في شكل عام. تلاحظون معنا أعزائي المشاهدين الرسم البياني أمامكم، الرسم البياني من طلوع جرس التداول كان في ارتفاع ولكن كان في مقاومة سلبية أدت إلى انخفاض هذا المؤشر، من ثم الختام في تمام الساعة 12 والدقيقة 45 وهو إقفال باب المزاد، ولكن السلبية كانت واضحة على أداء السوق وهو المؤشر السوق العام. ننتقل وياكم مؤشر السوق العام مشاهدينا إلى مؤشر السوق الأول 7743 نقطة، كانت حصيلة السوق الأول وبانخفاض واضح 14 نقطة 29 مليون دينار هي السيولة النقدية فقط في السوق الأول، عندنا 103 مليون سهم، جميع الأسهم التي تداولها فقط في السوق الأول، عندنا 7531 صفقة تمت في السوق الأول. والرسم البياني مثل مؤشر السوق العام مثل ما لاحظتوا جدا متقارب الرسم البياني بالنسبة للسوق الأول ومؤشر السوق العام. ننتقل وياكم مؤشر السوق الأول إلى مؤشر رئيسي 50 وأيضا اكتسب في اللون الأحمر، حصيلته كانت 5924 نقطة وبانخفاض 92 نقطة، عندنا السيولة النقدية فقط في السوق الرئيسي 19 مليون دينار، وعندنا 110 مليون سهم تم تداولها فقط في مؤشر السوق الرئيسي 50، 5159 صفقة هي الصفقات التي تمت في مؤشر رئيسي 50. والرسم البياني أيضا موضح أمامكم أعزائي المشاهدين، كان في الإيجابية منذ انطلاق جرس التداول، ولكن السلبية كانت أقوى في هبوط هذا المؤشر مثل ما تلاحظون مؤشر رئيسي 50. ننتقل معكم مؤشر رئيسي 50 أعزائي المشاهدين إلى مؤشر السوق الرئيسي 6107 نقاط وحصيلته 82 نقطة هي هبوطه، 82 نقطة هي أدت إلى هبوط هذا السوق الرئيسي، 31 مليون دينار 200 مليون سهم و 9510 صفقة. والرسم الأمامي أمامكم، بس نلاحظ أعزائي المشاهدين فقط في السوق الرئيسي، لو تلاحظون معنا في الرسم البياني في منتصف الجلسة كان في جاب بسيط وهو عملية الانخفاض اللي كانت هي المقاومة السلبية في نزول هذا المؤشر، ولكن استعاد إيجابيته بعض الشيء، ولكن استمر مثل باقي المؤشرات الذي مضت عندنا أعزائي المشاهدين. ننتقل لكم مؤشر السوق الرئيسي مشاهدينا إلى أكثر الشركات الخمسة ارتفاعا أمس واكتست في اللون الأخضر، كان من نصيب مدار اللي وصل قيمة السهم فيها 104 فلوس وبارتفاع 6 فلوس، حياتكم قيمة السهم 80 فلس وبارتفاع فلسين، معادن 80 فلس وبارتفاع فلسين أيضا، ورقية 193 فلس وبارتفاع 6 فلوس، المعامل 325 فلس قيمة السهم وبارتفاع واضح معنا في المعامل 10 فلوس. هذه الشركات الأكثر ارتفاعا واللي اكتست معنا في اللون الأخضر. نذهب وياكم إلى أكثر الشركات التي لم يحالفها الحظ وكانت مكتسية في اللون الأحمر، وكان على قائمتها إنوفيست 133 فلس قيمة السهم وبانخفاض واضح لامس معنا 50 فلس أو 49 فلس، إيفا 385 فلس قيمة السهم وبانخفاض 30 فلس، ميم الأعمال 63 فلس وبانخفاض 4 فلوس،
قابضة 255 فلس وبانخفاض 19 فلس، ميناء 131 فلس وبانخفاض 9 فلوس. لاحظ أعزائي المشاهدين هذه الشركات الخمسة الأكثر انخفاضا والانخفاضات جدا حادة مثل ما لاحظنا معنا في هذه الأسعار. مشاهدينا هذه كانت يعني الشاشة أمامكم وشرحنا فيها عن جلسة الأمس مثل ما لاحظنا وهي جلسة سلبية حمراء مكتسية جميع المؤشرات في شكل عام كانت عندنا في بورصة الكويت، وهي كانت الجلسة الثانية بعد الإجازة الرسمية التي كانت في يوم الأحد وهو المولد النبوي الشريف. أعزائي المشاهدين اليوم عندنا هذا هو اليوم المفصلي اللي العالم كله ينتظره، يعني تفصلنا 12 ساعة من هذه اللحظة الساعة 9 صباحا حتى 9 ليلا وهو إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة. ننتقل وياكم سريعا إلى الصحافة المحلية والبداية مع القبس حيث عنونت بنوك كويتية تستكشف فرص الاستحواذ على شركات أجنبية، حيث قالت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال قالت إن البنوك الخليجية سجلت أرباح أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وموضحة أنه مع بدء تخفيض أسعار الفائدة ستبدأ بنوك خليجية في تغيير استراتيجيتها. وبينت أن بنوك خليجية خصوصا في دولة الكويت تستكشف فرص الاندماج ولافتة، إلى أن من بين الصفقات المصرفية وإدارة الأصول إلى السابعة حتى الآن حتى هذا العام وفي الخليج فإن 5 من تلك الصفقات لبنوك كويتية. نذهب وياكم مشاهدينا من إلى جريدة الجريدة حيث أكدت وعنونت جريدة الجريدة مذكرة تفاهم بين أبوبيان والخليج لدراسة الاندماج بشكل مستقل، حيث أبرم بنك الخليج مذكرة تفاهم مع بنك أبوبيان تتضمن جميع أسس مناقشتهما ونيتهما على التعاون لدراسة المقترح المقدم بشكل مستقل بشأن الاندماج بما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية. أخيرا مشاهدينا نروح معكم إلى جريدة الأنباء وعنونت مليار دينار هو إنفاق محلي لمؤسسة البترول وشركاتها، حيث كشفت مصادر نفطية مسؤولة للأنباء عن أن الإنفاق المحلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قفز إلى مستوى مليار دينار، وتوقعت استمرار رفع الإنفاق مع تنفيذ القطاع النفطي بحزمة ضخمة من المشاريع لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز وإنشاء مجمعات البتروكيماويات في منطقة الزور. وقالت المصادر أيضا إن الإنفاق المحلي زاد خلال السنوات العشرة الماضية بنسبة 150%، إذ سجل مستوى 400 مليون دينار خلال 2012 ليقفز إلى مستوى مليار دينار خلال السنة المالية 2023. هذه طبعا جولتنا على الصحافة المحلية وما تألقت في الأخبار التي تهم بورصة الكويت والاقتصاد في شكل عام. ننتقل وياكم في هذه اللحظة إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت ليوافينا قبل انطلاق جرس التداول عايد. صباح الخير يا عايد. صباح الخير يوسف، صباح الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم. فعلا يوسف كانت جلسه سلبيه للغايه، طغت عليها عمليات جني ارباح واضحه ومستحقه على مجموعه ايفا وكذلك على نوفست مما اثر على السوق ككل، لكن السوق الاول شويه نوعا ما متماسك عند مستوى سعريه معينه. لاحظنا يعني تماسك بعض البنوك وخاصه باقفال المزاد، تقلصت الخسائر بصوره واضحه، لكن الضغط البيعي اللي اتى من مجموعه ايفا باستثناء عقارات الكويت وكذلك من نوفست التي تراجعت بقوه في جلسه الامس اثر بدورهما على حركه التداول في السوق، ولاحظ انخفاض واضح مشاهدينا الكرام في أسعار هذه الشركات، لذلك أثرت بصورة واضحة على المؤشرات الرئيسية في البورصة. نأمل التوفيق للجميع في هذه الجلسة مشاهدينا الكرام. الجلسة قبل الأخيرة لمراجعة فوتسي راسل، باكر مراجعة فوتسي راسل دخول وخروج سيولة مشاهدينا الكرام، وقبلها دخول سيولة لبعض الشركات، ولكن مشاهدينا الكرام إن شاء الله تكون هذه السيولة ترفع فيها ترتفع فيها المؤشرات بصورة واضحة، ويتوقع أن ترتفع فيها السيولة كذلك إلى مستويات جدا مرتفعة في جلسة القد إن شاء الله. على بركة الله مشاهدينا الكرام نبدأ هذه الجلسة ببعض الأخبار، ومن ثم إن شاء الله نتكلم عن الطلبات والعروض، وخاصة يعني أن الكل ينتظر هذه الجلسة بعد تراجعات الأمس، الكل يتوقع ارتداده خاصة في ظل ارتداد أسواق المال العالمية صورتها الواضحة في جلسة الأمس. عندي جيلتي تخاطب الهيئة العامة للصناعة بشأن توسيعة حرفية الجهرة والصليبية لأن عقدها ينتهي بتاريخ 18/9 اللي هو اليوم.
وقد قامت الشركة بالتواصل مع الهيئة العامة للصناعة بطلب تجديد هذين العقدين. أما بنك بوبيان وبنك الخليج نفس الخبر ذكرته يوسف كذلك بالصحف وراح أذكره هنا، يعنان بأن تم توقيع مذكرة تفاهم وسرية المعلومات بين البنكين تتضمن كافة أسس مناقشتها وينتهي ونيتهما على التعاون لدراسة المقترح بشكل مستقل ومبدئي تمهيدا للحصول على موافقة البنك المركزي على تعيين مستشارين وتجديد نطاق وتحديد نطاق عملهما قبل البدء بدراسة الجدوى من عملية الاندماج. أما زين فتاريخ الحيازة لتوزيع 10 نقدي سوف يكون بتاريخ 26/9 الأسبوع القادم. أما العيد فخفضت ملك أسف الدلقان القابضة خفضت ملكيتها في العيد من 61.63 إلى 56.75 يعني حوالي 14 مليون تقريبا، وهي الملكية اللي عطت لأحد الملاك أو لأحد المستثمرين اللي تم إعلان عنها صفقة خاصة. نأمل مشاهدينا الكرام التوفيق للجميع، نأمل إن شاء الله بارتداده في هذه الجلسة، نأمل أن تكون هذه الجلسة أفضل من جلسة الأمس خاصة في ظل تراجعات حادة وتراجعات قوية لمعظم المؤشرات دون استثناء. على بركة الله مشاهدينا الكرام نذهب للطلبات والعروض ونشوف معاكم الوطني وبقية الشركات القيادية الأخرى وخاصة مجموعة إيفا، هل راح يكون فيها ارتداد لهذه المجموعة ولا لا؟ وكذلك الأنفست هل يرتدون بعد تراجعات الأمس الحادة؟ ممكن ليش لا مشاهدينا الكرام، خاصة في ظل يعني بعض التراجعات كانت كبيرة جدا. اليوم عندي أنا مشاهدين الكرام في البداية قاعد أشوف أنا في هذه اللحظات عند الوطني 863 الخليج 337 308، الأهلي 287 287، الدولي 180 180، برقان 194 196، بيتك 790 684، بنك بوبيان 633 575، الكويتية 153 155، استثمارات الوطنية 230 233، والمشاريع 96.6 97.7، وأرزان 203 201، وعيان 150 152، والامتياز 46.6 46، وعقارات الكويت 265 229 265 229، صالحية العقارية 421 426. في بداية هذه الجلسة كذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام بعض الشركات الأخرى كالصناعات الوطنية مثل ما ذكرنا 217 219، وكيبلات دينار 620 دينار 650، السفن 850 860، وبوبيان تكمويات 632 631، وأجلتي 249 249، وزين 519 471، وهيمون سوف دينارين 710 دينارين 700، وجي اف اتش 103 103. أما بنك وربا 193 193، وإس تي سي 539 542، وميزان 891 920، والمتكاملة 530 535، والبورصة دينارين 110 دينارين 110، والغانم دينار و50 دينار و66، وبيوت 441 449، مع بداية هذه الجلسة وقاعد نشوف مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات يعني الوضع يعني لحد الآن غير واضح الرؤية مالته. لحد الآن غير واضح الرؤية في السوق الأول حتى هذه اللحظة، واللي قاعد يشوف الطلبات تتميز بالضعف، طلبات السوق الأول تتميز بالضعف في هذه اللحظات. لذلك مشاهدينا الكرام الضعف يسيطر على طلبات السوق الأول حتى هذه اللحظة، لذلك ما قاعد أشوف أنا أي دخول قوي جدا أو دخول مميز على أحد البنوك، خاصة بعد إعلان يعني المفروض الخليج وكذلك البوبيان يكون في دخول مميز بعد إعلان مذكرة تفاهم وتوقيعها. هذا الإعلان لم يأتي بثمارة حتى هذه اللحظة، يمكن ننتظر اللحظات الأخيرة يصير هناك دخول عليه أو على أحد الشركات القيادية. لذلك السوق الأول مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظة يتسم بالضعف. خلينا نشوف السوق الرئيسي وياكم ووضعية السوق الرئيسي في بداية هذه الجلسة، ونأمل إن شاء الله بأن يكون السوق الرئيسي وضعا مغايرا عن السوق الأول ونشوف وضعية أكثر إيجابية إن شاء الله، ونرى يعني ارتدادة ببعض الشركات خاصة مثل ما ذكرنا الشركات القيادية. ما عندي وقت والله، لكن إحنا دشينا دقيقة الأخيرة خصوصية 95.5 98، إيفا 396 366، إيفا اليوم الحين وضعية جيدة، المركز 114 116، الخليجي 759 780، كامكو 94.1 96.2، ونشوف معاكم مشاهدينا الكرام بعض الشركات الأخرى، يونيكاب 186 186، نلاحظ كذلك راسيات 394 395، والله ماكو وقت، سنام 222 223، راح تكون منطقة خضراء سنام، إنجازات 100.5 106، عربي عقاري 57.3، نشوف معاكم منشآت 134 131، مينا 130 131، كذلك مراكز 111 111، ووربا كابيتال 185 185، ووربا كابيتال راح تكون منطقة خضراء في بداية الجلسة، إيه فنادق دينار 440 دينار 405، كذلك وضعية جيدة مع بداية هذه الجلسة، أنفست راح تكون منطقة خضراء أنفست.
راح تكون في منطقة خضراء النفس، لكن في عروض، في عروض زادت العروض. قبل شوي ما كان في عروض، حاليا في عروض على النفس. قبل شوي ما في عروض، لكن في عروض في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. ونشوف اللون الأخضر حاضرا، اللون الأخضر حاضرا مشاهدينا الكرام لكثير من شركات السوق في بداية هذه الجلسة، والمؤشرات خضراء، ولكن السيولة دون الطموح. تعود السيولة مشاهدينا الكرام، قابت المضاربات وعادت السيولة إلى 800,000 في هذه اللحظات. قابت المضاربات وعادت السيولة إلى 800,000 مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. لذلك الضعف واضح مشاهدين الكرام في بداية هذه الجلسة على أكثر من شركة. هناك ضعف واضح مشاهدين الكرام على أكثر من شركة في بداية هذه الجلسة. واللي قاعد اشوفه هناك بعض الضغوط البيعيه، بنك الخليج صاعد 3 فلوس، الاهلي فلسين، بوبيان كذلك فلسين، يعني الخليج بوبيان شويه وضعيتهم جيده، ارزان بفلس صعودا، عقارات الكويت بفلس ارتفاعا، امتياز على تراجع، وكذلك بوبيان كيماويات في ماجيلتي وزين وهيومن سوفت والافكو مستقرين جي اف اتش في المنطقه الخضراء، لكن اي صفقه راح تذهب الى منطقه الاستقرار. لاحظ النفوس تعود مجددا الى الضغوط البيعيه مشاهدينا الكرام، 135 و134 حاليا. نشوف معاكم والله صفقات كثيره لنفست في هذه اللحظات، ونفست ويونيكاب وايفا، يعني كثير من الشركات، لكن ايفا اعتقد انها يعني وضعيتها مستقره 385 مستقره على نفس اقفالها. ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام بعض الشركات الاخرى، يعني كنفست 135 في هذه اللحظات، وبعض الشركات الاخرى يعني كتجاريه في المنطقه الخضراء. ايفا تذهب الى المنطقه الحمراء في هذه اللحظات، كميفك بفلس الاولى والخليجي على تراجع. ونلاحظ مشاهدينا الكرام وضعية بعض الشركات، يعني وضعيتها آسيا كذلك بتراجع، نور بتراجع، وثاق بارتفاع، وسنام بارتفاع 4 فلوس، عقار ومنزايا في المنطقة الخضراء، منشآت ومدينة الأعمال ومنازل ومينا في المنطقة الخضراء، وكذلك أسكو، وكذلك المعدات واستهلاكية، وأربا كابيتال، وسينرجي، وكذلك الرابطة. جميع هذه الشركات ببيت الطاقة، جميع هذه الشركات في المنطقة الخضراء، جميع هذه الشركات في المنطقة الخضراء مشاهدينا الكرام في بداية هذه الجلسة. إيفا فنادق 12 فلس، أبار بفلس، المشتركة 8 فلوس، مشاهدينا الكرام ارتفاعا، ومنتزات بفلس، وفيوتشر كيد بفلس، وفي مجياد المتراجعة القابضة المصريه ب5 فلوس ارتفاعا بعد تراجعت كثيرا في جني الارباح. نفست حاليا ب4 فلوس ارتفاعا، والمنار بفلس و3 اعشار الفلس، والسيوله 1,300,000. يعني تعودنا على سيوله اكثر في الفتره الماضيه، وبعدين ردينا تراجعنا الى 1,400,000 في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. والضغط البيعي واضح على بعض الشركات، وكذلك شركات اخرى لا والله تتسم بالصعود الايجابي والنشاط الواضح في بدايه هذه الجلسه. واللي قاعد نشوفه مشاهدينا الكرام وضعيه جيده لبعض الشركات، ولكن حاليا حاله التباين موجوده على جميع المؤشرات، حاله التباين موجوده على جميع المؤشرات في هذه اللحظات. والتجاريه تتراجع ل 149، ونفست الى 138 في هذه اللحظات، ونفست ضغط بيعي ل 135 حاليا. لاحظ الضغوط البيعيه كبيره جدا مشاهدينا الكرام، الضغوط البيعيه كبيره جدا على ونفست في هذه اللحظات، تداولها 1,800,000، اعتقد اكثر شركه تداول حتى هذه اللحظه. لاحظ سنام 210، مش بعد كانت 215، مراكز كذلك ايفا مشاهدينا الكرام 380 كذلك تعود للتراجعات، 382 لايفا حاليا تعدل بعض الشيء، ايفا 83 في هذه اللحظات، كذلك اونفست يعود مجددا الى صعود فلسين في هذه اللحظات، السيوله 1,760,000، يعني الاعين جميعها مشاهدينا الكرام على اونفست ومجموعه ايفا. الأعين جميعها على النفس ومجموعة إيفا. التجارية العقارية تتراجع 147، نلاحظ مشاهدينا الكرام الأعين جميعها على هذين، على هذه الأسهم فقط لا غير، مجموعة إيفا وأنفست فقط لا غير. هل يعدلان وعدلان المؤشر؟ ممكن. تراجعات المينا وكذلك يونيكاب الفترة الماضية، الكل نساها بعد تراجعة إيفا وأنفست، الكل نساها بعد تراجعة إيفا وأنفست. لذلك هذه الشركات هي حاليا محط أنظار المتداولين، وقاعد نشوف فيها بعض الضغوط البيعية حتى هذه اللحظة. مدينة الأعمال مستوى 63 مشاهدينا الكرام، بنجوار 193 في هذه اللحظات، ارزان 202 تعود، وارزان للمنطقه الخضراء، يعني مجموعه ايفا اعتقد انها في المنطقه الخضراء اغلب المجموعه. نشوف عقارات الكويت ارزان فلسين صعودا لارزان، وعقارات الكويت مستقره في بدايه هذه الجلسه، وكذلك مشاهدينا الكرام بعض الشركات الاخرى وضعيتها جيده مع بدايه الجلسه. ونفست بضغوط بيعيه كبيره جدا، لاحظ والله الصفقات اللي قاعد تمر اغلبها ونفست، اغلب الصفقات اللي قاعد تمر في هذه اللحظات ونفست ب 4 مليون في هذه اللحظات، 4 مليون عقارات الكويت 240 وسلام 214، ونفست 132، لاحظ الضغط البيعي واضح مشاهدينا الكرام، ومنطقه حمراء. التجاريه العقاريه بعد ان تراجعت تعود الى مستوى ال 150 في
هذه اللحظات وللمنطقة الخضراء، نلاحظ إيفا 380، ونلاحظ كذلك مشاهدين الكرام السيولة إلى 1,200,000 في بداية هذه الجلسة، وهي سيولة إلى حد الآن ضعيفة مقارنة في سيولة الأيام الماضية. التجارية العقارية مستوى 150، أرزان مستوى 202، نلاحظ أنفس مستوى 132 تتراجع فلسن والأولى كذلك و 41.4. التجارية العقارية مستوى 151، وضعية جيدة للتجارية العقارية في هذه اللحظات. نلاحظ كذلك مشاهدين الكرام تباين أداء المؤشرات في هذه اللحظات، وإيفا 381 استهلاكية مستوى 109. نلاحظ كذلك مشاهدين الكرام السيولة تقفز إلى 1,320,000، والتجارية العقارية بصعود جدا جيد، والسوق الرئيسي بأربع نقاط تراجعا، والسوق السوق الأول أصبح بأربع نقاط تراجع، السوق الرئيسي تقريبا مستقل، تقريبا مستقل من نقطة صعودا، فيما السوق العام مؤشر السوق العام بنقطتين تراجعا. ونلاحظ إيفا كذلك تتراجع في هذه اللحظات، إيفا إلى 377، ونفست إلى 132، وأولى التكافل إلى 190، والأولى إلى 41. 1,500,000 مشاهدين الكرام أول 6 دقائق، 1,500,000، وهي سيولة ضعيفة مقارنة في الأيام الماضية. ونلاحظ مشاهدينا الكرام فعلا هناك ضعف شديد في سيولتنا لهذه الجلسة عكس الجلسات الماضية، لأن خفت المضاربات، خفت المضاربات، الضربات اللي كانت الفترة الماضية كانت عنيفة جدا، كان في دخول قوي جدا، وكان في يعني صعود قياسي لكثير من شركات السوق، ولكن في هذه الجلسة لا، لاحظنا الضغط البيعي يسيطر على عمليات المضاربة أكثر من عمليات الشراء. نأمل التوفيق للجميع، نأمل بارتدادة إيجابية إن شاء الله مشاهدينا الكرام لجميع الأسهم اللي تراجعت الفترة الماضية إن شاء الله. وكل الشكر لك يوسف، وكل الشكر لمشاهدينا الكرام. بالفعل كل الشكر لك عايد على هذا الإيضاح حول جلسة هذا اليوم، وهي مثل ما قلنا أعزائي المشاهدين هي الجلسة المفصلية اليوم للفدرالي، بإذن الله تعالى في تمام الساعة 9 مساء سوف يتم إعلان قرار الفائدة من الفدرالي الأمريكي. لكن مشاهدينا نرحب في ضيفنا في الاستديو المحلل الفني لأسواق المال العالمية الأستاذ محمد عرفة. أستاذ محمد صباح الخير، نورنا بالاستديو، ضعنا في الصورة على التداولات سواء البورصات العالمية والبورصات الخليجية وبتعيد بورصة الكويت. ومثل ما ذكرت هو يوم مصيري بالنسبة لمعظم بنوك المركزية في العالم بانتظار قرار البنك الفيدرالي اليوم الساعة 9 بالليل. ولكن خلال آخر جلسات الماضية طبعا شهدنا حتى على أسواقنا الخليجية كان بعض التراجع أو بعض التباين بعض الشيء خلال آخر جلستين من هذا الأسبوع، ولكن بانتظار هذا القرار طبعا كان هناك تسجيل لمستويات قياسية على معظم المؤشرات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. معظم البيانات الاقتصادية التي ظهرت في خلال الثلاث أيام الماضية كلها إيجابية، يعني نلاحظ أن من بداية اتخاذ قرار البنك المركزي الفيدرالي بخفض لأسعار الفائدة أصبحت جميع بيانات الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إيجابية، وهذا يعطي الحق للسيد جيروم باول بالتمسك بما ذكره في الفترات الماضية. وبالتالي مثل ما نقول يعني إذا فهمت يعني معناها أن أوكي يعني تثبيت أسعار خفض أسعار الفائدة إلى ربع نقطة، قد تكون الأخبار السيئة تأتي بعد الخبر، ولكن إلى الآن البيانات تعتبر جيدة. نعم. نلاحظ بأن إنتاج الصناعة إنتاج التصنيع عند أعلى مستوى في شهر أغسطس، طبعا هذا ما ذكره مجلس الاحتياط الفيدرالي، وأن إنتاج المصانع ارتفع إلى 9% من 19% من 17%، وهذا يعتبر مؤشر جدا قوي بالنسبة للتصنيع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع ارتفعت إلى أعلى مستوى طبعا خلال عام، وهذا طبعا يعطي قوة للاقتصاد بشكل آخر. على النقيض تماما إضراب داخل بوينغ من العمال، وبالتالي بدأت شركة بوينغ بتخفيض أو يعني سياسة يعني خلينا نقول يعني تجديد على المصروفات داخل بوينغ، وبالتالي قد يكون هناك تسريح لعمالة. فكيف لك أن تقول أن هناك تسريح العمل وأن الاقتصاد قوي بشكل عام، وبالتالي في شيء ناقص تضارب بالفعل. بالفعل إلى الآن يعتبر في هيئة أمريكية توقف ما يقارب حوالي 5 مصافي النفط للغاز داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الغاز الطبيعي عالميا طبعا إلى أعلى مستويات، وعوائد السندات عند أدنى مستوى بسبب خفض لأسعار الفائدة القادم اليوم، ومستويات الدين العالمي تكلمنا فترات طويلة على مستويات الدين العالمي، الآن نتحدث على مستوى جديد في الربع الأول من العام 24 وصلنا إلى مستويات 300
115 تريليون دولار مستوى الدين العالمي. هذا مؤشر جدا خطير على العالم بشكل أو بآخر. يعني في سنوات ماضية كان وصل أكبر من هذا الرقم، ولكن الآن نحن على أرقام جدا كبيرة. ارتفاع ثقة المستثمرين عالميا عند أعلى مستوياتها منذ 4-5 سنوات. طبعا بسبب يعني الانتظار لأسعار الفائدة. نلاحظ بالنسبة لرسوماتنا البيانية ووين كان إغلاقاتنا على مدار آخر 5 جلسات بالنسبة للأسواق الأمريكية، وبداية مع الداو جونز. لاحظ أن الداو جونز إلى الآن عند أعلى مستوياتنا، لمسنا مستويات قمم جديدة على مستويات ال 41,566 إغلاق. أمس كان هناك تراجع بعض الشيء مع الإغلاق، ولكن عند أعلى مستويات إلى الآن يعتبر الاتجاه صاعد على المدار الأسبوعي. الإس أم بي بنفس الأسلوب 5,626، هناك تراجع تقريبا حوالي 6 نقاط. أما الناسداك طبعا عند مستويات 5,626 كإغلاق، مع تراجع بسيط وصلنا إلى حوالي 6 نقاط تقريبا. خلينا نتكلم بالنسبة لافتتاحاتنا وإغلاقاتنا على مدار الأسبوع. طبعا الداو افتتحنا على مستويات 40,638، الأعلى سعر على 41,814، الأدنى عند 40,15. يوجد ارتفاع ما يقارب حوالي 2%. الاس ام بي 500 على 5,490، الاعلى عند 670 والادنى عند 405، مع نسبه ارتفاع وصلنا الى حوالي 2.14%. النازداك عند 19,300، وهذا يعتبر جدا افتتاح جيد خلال الأسبوع. الأعلى عند 19,605، أما الأدنى عند 19,200، مع نسبة ارتفاع وصلنا إلى حوالي 2.18%. طبعا أسهم أوروبا أغلقت على ارتفاعات بانتظار قرار الفيدرالي. طبعا نعلم بأن أسهم أوروبية تغلق قبيل الأسواق الأمريكية، وبالتالي بانتظار هذا القرار من الفيدرالي الأمريكي. والاتحاد الأوروبي يعلن انتهاء ملهج الشركات الصينية داخل أوروبا، وبالتالي يوجد ضرائب جديدة سوف تفرض على الشركات الصينية المصدرة للسيارات الكهربائية إلى منطقة اليورو بما يعادل حوالي 35%. المشكلة القادمة في العالم أنا على ما أظن أنا سوف تكون الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ضد الصين، وخاصة قطاع التصنيع في السيارات الكهربائية، طبعا بسبب حماية يعني خلينا نقول حماية اقتصادهم وحماية السيارات الخاصة بكل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إلى الآن نلاحظ أن الداكس مستوى جديد خلال الخمس جلسات الماضية، هناك ارتفاع مع إغلاق بالأمس 92 نقطة. أما كاك الفرنسي هناك طبعا بعض الشيء عند مستويات 7487، ولكن تراجع مؤشرات ثقة المستهلك في ألمانيا ومنطقة اليورو لأدنى مستوى منذ عام. هذا يعني يعطي نذير ليس بجيد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. فوتسي 100 والارتفاعات التي شهدناها على مستويات 8309. طبعا بنك انجلترا يتوقع بان معدلات التضخم تصل الى 2.75% بنهايه العام 24، وهذا رقم يعتبر ليس المستهدف بالنسبه للبنك المركزي البريطاني. الاستهداف كان 2%، ولكن الى الان نحن نتحدث اعلى من 2.14%. خلينا نتكلم بالنسبه لافتتاحاتنا واغلاقاتنا على مدار الاسبوع. بالنسبه للاسهم الاوروبيه، الداكس افتتحنا على مستويات 18342، الأعلى على 803، أما الأدنى على 208، مع نسبة ارتفاع وصلنا إلى حوالي 2.5%. كاك الفرنسي عدد 7420، والأعلى عند 522، أما الأدنى عند 363، مع نسبة ارتفاع وصلنا إلى حوالي 1%. فوتسي 100 8206 مع الارتفاع عند أعلى سعر عند 348، والأدنى عند 169، مع نسبة ارتفاع وصلنا إلى حوالي 1.10%. آسيا والصين، تباطؤ اقتصاد الصين في أغسطس طبعا أدى إلى تمديد تباطؤ النشاط الاقتصادي للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين، طبعا بسبب أسعار العقارات والضغوط التي تواجهها بكين من الإنفاق الزائد أو الإنفاق لتحفيز الطلب على الصناعات الداخلية، وبالتالي هناك أزمة حقيقية داخلية في قطاع التصنيع. نلاحظ إلى الآن هينغ سينغ على ارتفاعات مستويات 293، طبعا تباطؤ معدلات النمو إنتاج الصناعي طبعا في المصانع ومبيعات التجزئة بالصين لشهر أغسطس إلى أدنى مستوى، طبعا هذا يعطي مؤشرات سلبية بشكل كبير. نيكي إلى الآن عند 36، هناك تراجع مع إغلاقات 378 نقطة بالنسبة لنيكي بالنسبة للأسواق الآسيوية. طبعا آسيا خلصنا من آسيا، نتحدث عن أسعار الذهب وارتباطها بمستويات أو اليوم بالنسبة لقرار البنك المركزي. نلاحظ إلى الآن
في اتجاه عرضي بالنسبة للذهب منذ 5 جلسات، لا يوجد أي ارتفاعات قياسية جديدة مثل ما شاهدناها عند مستويات 590، ولكن إلى الآن الذهب بانتظار قرار الفيدرالي اليوم. أستاذ محمد أعطتنا شرح وافي. قبل لا ننتقل سريعا عندنا أقل من دقيقة، الذهب والنفط بعد إعلان الفائدة الأمريكية، شنو وجهة نظرك راح تكون تحركاتهم؟ الذهب والنفط طبعا إذا ما تم تثبيت أسعار الفائدة، يعني بغض النظر تخفيض أسعار الفائدة عفوا، سوف تؤثر على الذهب بشكل أو بآخر إلى الارتفاع. يعني بغض النظر سواء كان في تخفيض ربع نقطة أو نصف نقطة، هو الذهب في اتجاه الصاعد، يعني ما عليه أي خلاف، ولكن إلى أين سوف يصل هذا الاتجاه؟ إذا ما تم تخفيض الفائدة بنصف نقطة قد يكون ارتفاع شديد بالنسبة للذهب، ولكن إذا ما تم تخفيض بربع نقطة على ما أظن سوف يكون هناك تراجع لمعظم أسواق العالم في خلال، لأن تم التسعير عليها منذ شهر كامل ونحن نتحدث على تخفيض أسعار الفائدة إلى ربع نقطة. أسعار النفط قد يكون هناك تحسين ل يعني ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض إنتاج التكاليف بالنسبة لأسعار النفط، وبالتالي قد تكون إيجابية، ولكن إلى الآن الاتجاه بالنسبة للنفط الآن في الفترة القادمة اتجاه سلبي. نعم، المحلل الفني لأسواق المال العالمية أستاذ محمد عرفة، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا لك، شكرا مشاهدينا، نلقاكم عند الأغلاق، في أمان الله.